وينضم إلينا من أربيل صهيب الفهداوي مراسل الغد. إذن صهيب، ما هي تداعيات استهداف مطار أربيل وأيضا موقف الحكومة؟ دعيني أبدأ من حيث أقف الآن. فتداعيات الحادث تسببت بإغلاق المطار وتوقف حركة الملاحة، كما تظهر الصورة من خلفي. هذا هو مدخل مطار أربيل وهو مغلق منذ تعرض المدينة للاستهداف يوم أمس. وأبرز المستجدات المتعلقة بقصف أربيل تتمثل بكشف المزيد من التفاصيل عن ملابسات الحادثة. كشف جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن المنطقة التي تم استخدامها لاستهداف مدينة أربيل هي داخل حدود محافظة أربيل، وهذه سابقة خطيرة. تحديدا من منطقة جوير تم إطلاق 14 صاروخ من عيار 107 ملم بحسب ما كشف التحالف الدولي، وهذه نفس الصواريخ بحسب الصور التي كشفت عنها أو كشف عنها جهاز مكافحة الإرهاب، نفس الصواريخ التي كنا نشاهدها في هجمات سابقة تستهدف السفارة الأمريكية في بغداد والبعثات الدبلوماسية في بغداد. وفي هذه المعلومة كشف واضح بأن جميع هذه الحوادث ترتبط بمنفذ واحد وجهة واحدة هي التي تقوم بتنفيذ هذه الهجمات في العراق. وأشار إليها رئيس الإقليم في البيان الذي صدر اليوم بأن هنالك فصائل مسلحة غير خاضعة لسيطرة الحكومة العراقية هي من تقف وراء هذه الاستهدافات سواء في بغداد أو في أربيل. ردود الفعل، دعيني أتحدث عن الداخل هنا في إقليم كردستان، طالب رئيس حكومة أو رئيس الإقليم بتدخل من قبل مجلس الأمن الدولي للضغط على الحكومة العراقية وكافة الأطراف من أجل حماية مدينة أربيل من هذه الاستهدافات، وبهذا اعتراف صريح بأن الحكومة العراقية لربما تكون غير قادرة على السيطرة على هذه الجماعات في البلاد. وأيضا أشار بأن هذه الاستهدافات تأتي من فصائل مسلحة غير خاضعة لسيطرة الحكومة العراقية، وفي هذه إشارة واضحة إلى الفصائل المسلحة في الحشد الشعبي التي كانت تتبنى هجمات ضد المصالح الأمريكية في العراق. من جهة أخرى، هنالك اجتماع أمني من قبل خلية الأمن في إقليم كردستان، نترقب أن يكون هنالك إفصاح عن معلومات أو عن تفاصيل الحادثة. وكانت وزارة الداخلية في إقليم كردستان توعدت بالكشف عن منفذي هذا الهجوم وفضح من يقف وراءهم مهما كانت مستوياتهم. أيضا على صعيد حصيلة الهجوم، ذكر المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل واين بأن حصيلة الصواريخ التي أطلقت على أربيل مساء أمس تسببت بمقتل مدني غير أمريكي في قاعدة أربيل وإصابة 5 آخرين من المقاولين في هذه القاعدة، بالإضافة إلى 3 مدنيين داخل مدينة أربيل. هنالك أيضا معلومات عن صواريخ أطلقت ولم تنفجر، تم العثور عليها في مناطق متفرقة من مدينة أربيل. أطراف سياسية في أربيل تتحدث بأن الاستهداف يحمل رسالة واضحة وهو موجه ضد أربيل وليس فقط ضد التحالف الدولي والمصالح الأمريكية في العراق. فاستهداف أحياء سكنية ومناطق آمنة في أربيل يعد سابقة خطيرة لربما قد تتسبب في أزمة سياسية في البلاد. صهيب الفهداوي مراسل الغد من أربيل، شكرا جزيلا لك.